في ليزيتاسيون المنتخب وتوت ليكيب ستاف ولي جوار والجامعه قاموا بعمل صراحه في المستوى وكنتمنوا ان شاء الله لان سيتي ان ماتش فريمون فيزيك اي تاكتيك اون ميم طون. تبارك الله عليهم لي جوار زعما ما عمرناش دار المنتخب بهذا لو نيفو. تبارك الله عليهم ان نيفو تري بروفيسيونيل لا جيستيون دو ماتش سيتي في المستوى وكنتمنوا ان شاء الله كنظن البرتغال راه رابحه. كنتمنى ان شاء الله الماتش الجاي واللي جا بسم الله بون كوراج. كانت صعيبه اكثر من القياس ولكن الجوار ديالنا كانوا في المستوى وتمكنوا تبارك الله عليهم. كيجاوك اللعابه وكلهم مزيانين ولكن اللي ساعدنا في الاخر هو سميتو ياسين تبارك الله عليه. فوالا تماما نتمنى لهم التوفيق. تبعنا الكريمه تبارك الله عليهم. انا ما كنتش تبارك الله الرضات الوالدين ما يخيبهمش ربي. مرحبا مرحبا بالماتش وفزنا بالنهائيات ديما من روكا المرضي ما يخيبش ديما من روكا. تحيه للكراكي تبارك الله عليه. قلوبنا معاكم وعاش الملك وفيف مروك فيف مروك المنتخب المرضي عاش الوطن. كنشكروا المدرب بعد الجديد ديالنا الكراكي الله يرضي عليه وزيد منتخب القدام وعقبه ان شاء الله عاود يضرب نهار السبت ان شاء الله نهار السبت. الله يعاونهم والله يوفقهم والله يرضي عليهم الجميع والله يخص علينا محمد السادس. حنا فرحانين بهاد الفوز هذا واللعيبية كتعطيو حنا فرحانين بهاد الفوز هذا واللعيبية عطاو كل ما عندهم وكنتمناو ان شاء الله ندوزو النهائي. كيما كنقول لكم ديروا النية ديروا النية. فرحان المنتخب ربح وديما راسنا فوق كاس المغرب جديد ديما كوكا المغرب كان اليوم ان شاء الله لعب مقابله زوينه وكنت انا ضامن بلي المغرب غادي يربح ان شاء الله وبجد الله اللهم لك الحمد الحمد لله وديما مغرب. احنا على اعصابنا احنا رحنا مرضنا ولكن التالي حكي متسمى بداك البشنيطه راه المرض كلهم كلهم شوف 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 كلهم كلهم تبارك الله عليهم الله يعطيهم الصحه وديما مغرب ديما مغرب وديما صفره حتى الحفره. السلام عليكم تبارك الله على احباب المغرب تبارك الله على خونا بونو برافو عليك بونو تبارك الله عليك برافو شو يقولوا برافو قول برافو ديما مغرب ديما مغرب ديما بونو تحياتي راس فوكا ان شاء الله مبروك علينا ان شاء الله هي البرتغال دابا رابحه ان شاء الله ضربوا حتى ذاك البرتغال حنا ما كتخافوش وديروا النيه كما كيقول الركراكي ديروا النيه ربي كيبغينا ان شاء الله وديما مغرب وفاس حكم العالم. السلام عليكم خوتي مبروك علينا وان شاء الله الماتش الجاي نديوهم كريستيانو ما كاين كريستيانو كاين الحكيمي والنصيري في الفاس العز. السلام عليكم اظن كانت مباراه جيده وعجبوني الدراري تبارك الله عليهم وعندهم ما يقولوا والله الا برافو عليهم الا مشينا هكا غنديكم في المغرب واخوتي احنا لابحين ان شاء الله وغنديو الكاس الكاس وكلشي غيموت بالضحك ثقوا بيا غنديو الكاس.